حق سر ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وبحق سر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبحق سر فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم بحق هذه الآيات الكريمة ادفع عنا الخوف والفزع، وادفع عنا الغم والهم والأمراض. اللهم بحق آيات الحفظ والتحصين المنزلة في القرآن الكريم على نبينا المصطفى الأمين. بحق سر وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. اجعل هذه الآيات حبسا حابسا لجميع البلايا والوباء. اللهم بحقها احفظنا من شرار خلقك ومن جميع الشرور الغوامض السابحة في الهواء والنازلة من السماء والصاعدة من الأرض. يا رب الأرض والسماء اكتب الخير لنا، يا من قلت قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اللهم اكشف عنا الضر، اللهم اكشف عنا الضر. اللهم يا من نعمه لا تحصى، ويا من أمره لا يعصى، ويا من فلق البحر لموسى عليه السلام، احرصنا احرصنا بجودك وكرمك وتولنا بعطفك وإحسانك. فيا من أنزل آيات الكفاية نسألك اللهم أن تكفنا، أن تكفنا هموم الدنيا، أن تكفنا هموم الدنيا وأن تكفنا العلل. اللهم أمين، اللهم أمين. وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.